بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة أمل فؤاد، هنكمل باقي الفصل العاشر. هنبدأ بواجبات وأخلاقيات فني الكلى الصناعية. أول حاجة، المفروض فني الكلى الصناعية يحضر أجهزة الكلى الصناعية ومستلزماتها قبل عملية التشغيل. بعد كده بيشغل الجهاز ويراقبه أثناء العمل، بيراقب المرضى أثناء عملية التشغيل، بياخد العلامات الحيوية منهم وبيسجلها، بيقوم بإعطاء العلاجات حسب أوامر الطبيب، بيطبق مبادئ وقواعد السلامة العامة وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى. بعد كده هنتنقل لواجبات وأخلاقيات فني تخطيط الأعصاب. بيقوم بتركيب تقييد جهاز تخطيط المخ، بيشغل الجهاز وبيعمل أي إصلاح لأي أعطال بسيطة فيه، بيعمل ترتيب المواعيد للمرضى، بيجهز تقرير التخطيط وبيعرضه على الطبيب المعالج، بيحفظ التقارير في الأماكن الخاصة به وبيعمل إحصائية بيها، بيطبق مبادئ وقواعد السلامة العامة أثناء العمل. بعد كده واجبات وأخلاقيات فني العلاج الطبيعي، بيساعد المريض في خلع وارتداء الملابس والجبائر والأجهزة التعويضية، بيقوم بعمل التمرينات السلبية والإيجابية حسب أوامر أخصائي العلاج الطبيعي. التمرينات الإيجابية عبارة عن إيه؟ إن هو بيطلب من المريض إن هو يقوم بتمرين معين، يعني مثلا بيقول للمريض اتني دراعك وافرده، فالمريض يثني دراعه ويفرده من غير أي مساعدة فني العلاج الطبيعي. لكن التمرين السلبي، إن فني العلاج الطبيعي بيمسك إيد المريض وهو اللي بيتنهوله وهو اللي بيفردهوله. بعد كده لازم يلاحظ المريض أثناء أداء التمرينات وبيسجل أي أعراض بتطرق على المريض، بيساعد في نقل المريض من مكان إلى آخر، بينظف المعدات بعد انتهاء جلسة العمل، بيطبق مبادئ وقواعد السلامة العامة أثناء العمل. نتنقل بعد كده واجبات وأخلاقيات فني الأطراف الصناعية. أول حاجة، بيساعد المريض في خلع وارتداء الملابس وتجهيزه للقياسات اللازمة، بيجهز العدد والأدوات والخامات الخاصة بالقياسات، بياخد القياسات من المرضى بوجود الأخصائي وبيحدد مواعيد للتجارب. بعد كده بينفذ الجهاز المطلوب منه والموصوف من قبل الأخصائي، بيقوم بإجراء التجارب الفنية الأولية وبيدرب المريض على الجهاز وعلى المشي. بعد كده بيلاحظ المريض أثناء التدريب الأولي وبيسجل أي أعراض بتطرأ على المريض وبيعرض هذه الأعراض على الأخصائي، وبيطبق مبادئ وقواعد السلامة العامة أثناء العمل. بعد كده نتنقل لواجبات وأخلاقيات فني سجلات طبية وإحصاء. طبعا لازم يكون ملم باللغة الإنجليزية واللغة العربية، لازم يكون عنده إجادة للمصطلحات الطبية لأنه بيطلع على الملفات والملفات فيها التشخيصات بجميع أنواعها، فلازم يكون عنده فكرة جيدة عن المصطلحات الطبية. بيتابع استكمال الإجراءات على السجل الطبي الغير مكتمل مع الأطباء، من خلال بيعمل تنظيم البطاقات الخاصة بذلك، بيقوم بتصنيف الأمراض والعمليات والإجراءات الجراحية وفق نظام الأمراض والعمليات المعتمد لاستخراج الرمز العالمي لكل مرض أو عملية أو إجراء، بينظم فهرس الأمراض والعمليات وفهرس الطبيب والمحافظ عليه، بيساعد الأطباء وبيسهل مهمتهم لإجراء البحوث والدراسات العلمية من خلال توفير المعلومات في قسم السجلات الطبية، بيشرف على نظام حفظ الملفات الطبية وبيقوم بتفتيش دوري على الملفات المحفوظة، بيحضر أي إحصاءات طبية تطلب منه من خلال فهارس الأمراض والعمليات والأطباء، بيجمع البيانات الإحصائية من مختلف الأقسام يومياً والعمل على مراجعتها.
بعد كده نتنقل لواجبات واخلاقيات فني صيانة ميكانيكي. اول حاجة لازم يكون عنده معرفة جيدة بمختلف الاجهزة الثقيلة المستعملة في المستشفى. لازم يحضر الادوات والمعدات والمواد والاجهزة اللازمة عشان يفحص ويعمل صيانة ويصلح جميع الاجهزة اللي محتاجة الى تصليح، مثل ايه الاجهزة اللي هي اللي موجودة زي اجهزة المغسلة والمطبخ والشفط والضغط وغيرها. لازم يعمل تفتيش دوري على هذه الاجهزة والمعدات الثقيلة ويعمل الصيانة الوقائية الخاصة بيه. بيعمل تنسيق مع الاقسام المختصة عشان يوفر قطع الغيار. بيطبق مبادئ وقواعد السلامة العامة اثناء العمل. نيجي بعد كده واجبات واخلاقيات المثقف الصحي. في مهام داخلية له وفي مهام خارجية. بالنسبة للمهام الداخلية للمثقف الصحي، إنه يكون قدوة حسنة في المجتمع، ده من خلال إنه يلتزم بالمبادئ والمثل العليا ويكون أمين على حقوق المرضى في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، ويبتعد كل البعد عن الاستغلال بجميع صوره للمرضى أو زملائه. لازم يكون عنده تحمل المسؤولية. لازم يحافظ على سرية معلومات المريض، ما يفرقش بين المرضى وبعضهم. لازم يلتزم بالأمانة والصراحة ويغتنم كل مناسبة عشان يقوم بالتثقيف الصحي للمريض. لازم يعرف ايه أنماط الحياة الصحية ويعزز التغيرات السلوكية العلاجية، ولازم يشرح للمريض المعلومات المتعلقة بحالته المرضية بطريقة مبسطة ومفهومة. كمان من ضمن المهام الداخلية للمثقف الصحي ان هو يكون عنده الصدق بالنسبة لمؤهلاته وإمكانياته وحدود خبراته، ويقدم الخدمات بتكون متمشية مع كفاءته. لازم يلتزم بحدود مهاراته المهنية، ولو في حاجة وقفت معاه يستعين بخبرة من هم أكفأ منه من الزملاء عند اللزوم. بعد كده لازم يمر على الأقسام الداخلية للمرضى يوميا ويعمل لهم تثقيف صحي حسب احتياج كل مريض، ويعمل ويوزع لوح بروشورات تثقيفية بصفة يومية على العيادات الخارجية. نيجي بعد كده للمهام الخارجية للمثقف الصحي. أول حاجة بيعمل زيارة المدارس الحكومية والخاصة عشان يدي تثقيف صحي حسب احتياج كل فئة عمرية. بيشارك في الندوات الصحية والاجتماعية، بيشارك في الجمعيات الخيرية، بيزود المدارس والجمعيات والأهالي بالمطبعات التوعوية. نتنقل دلوقتي ايه واجبات واخلاقيات فني العمليات. من ضمن مهامه لازم يحضر غرفة العمليات ويجهزها بالمعدات والمواد اللازمة قبل بدء اي عملية. لازم يساعد في تحضير المريض للجراحة. لازم يعمل احصائية ويعد الابر والالات والشاش والفوط المستعملة في كل عملية قبل العملية وبعدها، وقبل غلق الجرح وتسجيل العدد. بيساعد الطبيب اثناء اجراء العملية عن طريق تقديم العدد والخيوط والمواد اللازمة للعملية. بيشرف على تنظيم غرفة العمليات ويطهرها. بيشغل الأجهزة الطبية في غرفة العمليات ويبلغ عن أي أعطال بها. بيحط العينات في أواني معقمة وبيقوم بإرسالها إلى المختبر وبيدون المعلومات الكافية عليها. بيسجل المعلومات عن المريض في السجلات الخاصة بالعمليات. بيساعد على نقل المريض بعد الانتهاء من العملية إلى غرفة الإفاقة. بيطبق مبادئ وقواعد السلامة الخاصة بالعمليات قبل وأثناء العمل الجراحي. بعد كده إيه المخاطر التي يتعرض لها فني العمليات والتخدير داخل غرفة العمليات،
ممكن يتعرض للأشعة السينية لجميع التخصصات بدءا من عمليات العظام وانتهاءا بعمليات المخ والأعصاب، وممكن بيتعرض للغازات الطبية المخدرة المتصاعدة والمنتشرة داخل غرف العمليات، ممكن بيتعرض للمواد الكيميائية الخطرة الخاصة بتعقيم غرف العمليات وأدوات الجراحة، بيتعرض للنفايات الجراحية بعد نهاية كل عملية جراحية، بيتعرض ممكن لوغز الإبر والقصات الوريدية والشريانية المعدية، ممكن بيتعرض لأي إفرازات أو قيء المرضى أثناء تثبيت القسطرة الهوائية في بداية التخدير وبعد الانتهاء من العملية، ممكن يتعرض للدم أثناء إجراء العمليات الجراحية سواء من قبل فني العمليات أو فني التخدير، ممكن يتعرض للأمراض المعدية زي الإيدز والسل والالتهاب الكبدي الوبائي، وممكن فن العمليات يتفادى هذه المخاطر باتباع وتطبيق مبادئ وقواعد السلامة العامة قبل وأثناء العمل الجراحي من التعقيم وارتداء الأقنعة والملابس الواقية.